اليوم كانت تدشين ديال هذه المنشأة الجديدة اللي كتعتبر واحد الجسر تواصلي كيتعزز به المرفق الأمني بشكل اللي غادي يضمن واحد الاستجابة فورية وطلبية للنداءات ديال المواطن. كما شفتوا كان الطابق السفلي اللي هو طابق مخصص قاعة ديال العروض وكذلك كاين بعض العروض او اجتماعات او بعض الانشطه ذات الطابع الاجتماعي والانساني. كذلك الطابق الاول اللي فيه العناصر اللي كتكلف بالخط 19، وكذلك الطابق الثاني اللي كيشتغل بالتنسيق مع الطابق الاول بحيث ان كيستقبلوا العناصر المعينه اللي هي 20 عنصر في الخط 19، وبامكانها انها توسع هذه الاليه بامكانها انها توسع وتقدر تاخذ حتى 60 مكالمه. الامر اللي غادي يخلي ان المواطن ما غاديش يكون هذاك الكثافه وذاك الضغط على الخط 19، بحيث ان اي عنصر تلقى المكالمه خط 19 وكان هذاك الخط ديالو مملوء كتمشي مباشره بشكل اوتوماتيكي لواحد العنصر الاخر اللي عنده الخط اللي هو فارغ. كما شفتوا عاوتاني عندنا الطابق الاخر اللي فيه استقبال ديال هذه النداءات ديال الخط 19 محدده فيه المناطق، كل منطقه على حيله. هذاك المنسق كيتلقى النداء وكيحدد الاختصاص اشمن منطقه تابع ليه وعنده رموز معاه اللي كتوجه نداء المنطقه المعنيه. وضمانا لسلامه المواطن كاين واحد التتبع ومراقبه ابتداء من المرحله ديال التلقي ديال النداء الى غايه الانجاز ديالو، بحيث ان هذاك العنصر اللي كيتلقى المكالمه كيبقى عنده تتبع حتى على مستوى المنطقه الامنيه كيشوف ان هذاك التدخل واش تنجز في واحد الوقت اللي هو منطقي وتوقيت اللي هو واقعي. كما شفتوا عاود هنا في هذه القاعه ديال الكاميرا مزوده ب 40 شاشه 50 بوس، هي شاشه واحده ولكن مجزاه ل 50 شاشه كتغطي حوالي 210 ديال الكاميرات الموزعه على مدينه الدار البيضاء في انتظار تعزيز هاد الامكانات اللي عندنا بكاميرات اضافيه، وبالتالي غادي نقدروا نديروا واحد التغطيه اشمل وتكون انجع ان شاء الله. المدينه تشرفنا بالتدشين ديالها من طرف سيدنا المنصور، هو مشروع نوعي متكامل. الان خفيف الحيز الوجود كيتكون من اربعه ديال الطوابق كيؤدي واحد الخدمات اللي هي متنوعه في اطار تطوير العمل الامني وكذلك في اطار التجويد ديالو والتقديم ديالو للمواطنين عن طريق كاميرات اللي هي منتصبه في مختلف الشوارع والازقه اللي غادي يكون فيها واحد التجول مع الدوريات اللي كاينين في الشارع العام والوحدات الامنيه من اجل الاستجابه الفوريه. وغادي تكون هذه الكاميرات اللي غادي يتم التعميم ديالها على باقي المواقع دائما من اجل الحمايه ديال المواطنين وكذلك الممتلكات ديالهم.